Okay, this is the section 2, lecture 2 of chapter 2. Steroids are formed from the smaller lipid molecules and function as a chemical messenger. Fats and oils form when only glycerol molecule react with the three fatty acids. معناها انه fats وال oils هم يتكونون من 3 fatty acids molecules تتحد ويا الجليسيرول اثنيناتهم. بس اذا تذكرون احنا قلنا الفات هو solid والاويل هو سائل بالات روم temperature. اذا هم الكومبوننت مالتهم اثنيناتهم نفس الشيء، شنو اللي خلى هذا صلب وهذا سائل؟ اوكي، هذا أنا أريده من عندكم واجب. Rocks are molecules made up of one fatty acid combined with another single organic molecule like alcohol. يعني الواكس الشمع هو عبارة عن only one fatty acid تتفاعل ويا الكحول. Ceramine is an example of our body wax. من الشمع اللي موجود جسمنا اللي هو mostly موجود بالاير. is very هو السيرومين هو الاير واكس. is a very thick wax produced by gland lining the outer canal of the air. يعني ما ينفرز من قبل غدد موجودة في داخل القناة السمعية الخارجية. protect the air canal from irritation. يحمي القناة الخارجية السمعية من الفورين انفيدرز، من يعني المؤثرات الخارجية اللي ممكن انه تتجه او تاخذ طريقها في داخل القناة داخل القناة السمعية مثل البكتيريا والفيروسات والاريتيشن ايضا تخريش وهكذا. اذا السيرامين هو واكس موجود بالاير وظيفته حماية القناة الخارجية للسمع. Saturated and unsaturated and trans fatty acids. Saturated المشبعة وغير المشبعة نسميها trans fatty acids. Okay. The fatty acids is carbon hydrogen chain that ends in the acidic group COOH. احنا قلنا الفات or lipids بها كمية الأكسجين أقل من كمية الكربون والهيدروجين، mainly تتكون من كربون وهيدروجين. هذه ممكن نقسمها إلى مشبعة وغير مشبعة. المشبعة هي اللي لا تحتوي على آصرة مزدوجة، بينما غير المشبعة هي اللي تحتوي على آصر مزدوجة. لذلك بالدهون غير المشبعة راح يكون كمية الهيدروجين بيها أقل من 2 لكل ذرة كربون. أقل من 2 تتحد مع كل ذرة كربون، يعني 2 أو أقل ما تزيد عن 2. بينما المتبقي الساتوريتد لا، يكون بالهيدروجين مرتبط أكثر من وحدة وهي ذرة الكربون الوحدة. أوكي. Saturated fats in particular contribute to the disease atherosclerosis. Saturated fats هذه بالجسم لأنها هي ذرات الكربون بها غير مشبعة، مشبعة، لذلك هي تكون غير مائلة إلى التفاعل، فيكون قابليتها على الترسب داخل جدران الأوعية الدموية أكثر، ولذلك تكون هي المسؤولة عن حالة الاثيروسكليروسيس اللي هي تصلب الشرايين نتيجة ترسب الدهون في جدار الوعاء الدموي. اوكي، هذا الترسب ممكن انه يضيق جدار الوعاء الدموي مثل هذه الحالة. هذا هو ترسب الدهون داخل الوعاء الدموي. هذا هو دايجرام اوكي للكوروناري ارتري اللي هو الشرايين التاجية للقلب. شوفوا هذا السليم وهذا هو المصاب بالاثيروسكليروسيس. هذه هي صورة مقربة، هذه هي الاثيروسكليروتيك بلاك.
كل ما تكبر الاثيروسكلروسيس او كل ما يكبر البلاك اللي هو نتيجة ترسب الدهون، كل ما راح يعيق جريان الدم داخل الوعاء الدموي، وبالتالي يخلي عرضة للانسداد، والعضو المتأثر راح يقل عليه الاكسجين والمواد المغذية، لذلك ممكن انه يتعرض الى الموت. Atherosclerotic plaque on the inside of the blood vessel. The plaque narrow blood vessel تضيق الوعاء الدموي. Choking off وتغلق تغلق جريان الدم أو وصول الدم والأكسجين إلى الأنسجة. Result in primary cause of cardiovascular disease. هي تكون من أهم أسباب الأمراض القلبية الوعائية. The omega-3 fatty acids. This is a special form of unsaturated fatty acids. هذه هي يعني نوع خاص من الدهون غير المشبعة والحوامض الدهنية غير المشبعة، واللي تكون مفيدة جدا للجسم. It's considered both an essential developmentally important nutrient. هذه تكون essential ويعني أساسية ومهمة لعمليات النمو. The name omega 3 ليس منها omega 3 يعتمد على location of double bond. احنا مو قلنا هي دهون غير مشبعة، اذا هي تعتمد تحتوي على الدبل بوند، فتبعا للوكيشن مالت الدبل بوند بالكربون تشين سميناها الاوميجا 3. اوميجا 3 الموست امبورتنت اوميجا 3 فاتي اسيدز هم ثلاثة. فيرست لينولينيك اسيد، لينولينيك اسيد هذا واحد. اثنين دوكوزا هيكسا اينويك اسيد، دوكوزا هيكسا اينويك اسيد هذا الثاني او الدي اتش اي. الثالث هو الايكوزا بنتا اينويك اسيد الاي بي اي. جاي تشوفون دوكوزا ان ايكوزا عفوا دوكوزا هيكسا هيكسا سداسي، والبنتا هو خماسي. اوميجا 3 فاتي اسيدز ار A major components of fatty acids in the brain. هذه هي الدهون اللي أو الأحماض الشحمية اللي تكون بصورة أساسية الأحماض الشحمية في الدماغ. شكرا جزيلا.